حبايب المتابعين، النهارده فيديو جديد يا رب ينول اعجابكم. تابعوني. مالك يا مدام محاسن، قرفانه من ايه؟ قولي لي. والله قرفانه انا من اللي بشوفه. مالك يا خالتي، قاعده زعلانه ليه؟ كلنا والله قرفانين. قولي لنا يا خالتي محاسن ايه الحل؟ او قرفانه من ايه؟ قولي لي قرفانه من ايه، انا ممكن احل معاكي. خالتي محاسن ردي صوتها. شله بنات وستات، يعني بنات وستات. مالهم بقى بيعملوا ايه؟ جايبين لك دلوقتي البنطلون مقطوع من هنا. شكلك عندك الخلاصه. قولي قولي يا محاسن قولي. مقطوع من هنا؟ طب ما ده كويس. إيه؟ مقطوع من فوق هنا. طب ما ده افضل. ايه لقيت المبله طين مقطوع من فوق هنا؟ يعني جت على الخمسة سنتي دول من فوق هنا؟ كده خربت يا طنط محاسن، انت داخله على حاجه تانية. اقطعوا من فوق الخمسة سنتي دول بالمره. اسمعوا كلامها بقى بالمره. اقطعوا الخمسة سنتي اللي باقيين علشان نشوف الكتامين. اقطعوا من فوق الخمسة سنتي دول بالمره. قولوا لهم النبي حتى الشباب تنبسط. زي المثل، من عجبه حسه علاه ومن عجبه اسمه ايه عراه. اقسم بالله مثل جميل. هو اسمه ايه؟ هي الطلمونات بالتلاته. ايه قول يا مالك؟ لما يكتب لي في التعليقات بلاش الاوبشنات اللي انتوا بتعملوها. طلعوا لنا ورقه وقلم علشان نكتب التعليقات. هو انت ما بتعرفوش تكتب وتقرا؟ ما تكتبوا لي، امال انا باخد رايكم لا في كل فيديو. معلش نسينا الورقه والقلم. اللي عن ابو وشك. اكتبوا لي رايكم. على النبي يا اخواتي، ده زيت كريستيانو الازرق. زيت مين يا؟ ده زيت كريستيانو الازرق. هو ساب الملاعب وبقى زيت دلوقتي. بكره منهم ان رونالدو شامبو. ازازه قربت تخلص يا جدعان، مفيش مطلوق ابن حلال كده يخش يفزعنا فزع حلو. نداء لكل اهلي وعزبه فريد الكرام، وما اجورها، روحوا ارزعوا هذا الرجل. الراجل عايز يترزع فشوفوه. ولا اقول لك طريقه احسن؟ خش في اي شارع ضلمه وهتلاقي كتير يزنقك، هنرزعك ونزنقك. جت هنيله اللي عايزه خلف. ام روشيه يا اختي هو الاخر، ما هو هلف هدر معفن. ياح ياح ياح. ايش فيك يا قلب اختك؟ ايش فيك انت؟ مالهم الفلاحين اختي؟ احسن ناس. مالهم اخت الفلاحين؟ مال امك ومال الفلاحين؟ والله العظيم انا بصي لولا كنت فلاحه لوددت ان اكون فلاحه. الله الله، والله يا امي الله، لوددت ان اكون فلاحه. ايها المرتاحه اقلبي بقى. الله يا نور، طلع لك بالولا لابس البوكسر في الجامع. فلاحين والله. واديه بقدونس، احنا فلاحين بقدونس. فلاحين احنا فلاحين احنا. باين والله انك فلاحه صرف. باين باين باين. والله انا جايه من ديار. والله جا منين؟ طب واحنا مالنا بالقصه الحزينه بتاعت توتوت ايه يا طنط حسنات انت؟ هنتابعك عشان ابو زردق جاب لك التوتوت وموديكي؟ وبعدين يعجبني ايه في ابو محمود انه يروحك بتوك توك؟ انا مالي؟ ده انتوا سارقينه. ادخل الفيديو ده ما تنسوش اللايكات والاشتراك. يعجبني؟ في حاجه يا طنط؟ سم وبكمة، هنتعامل ازاي طيب؟ طيب انت مو انثى، انت عايشة بالوهم، انثى غصبا عليك وعلى اللي يسبوني. بعد شو تريد؟ شلون عرفت؟ كيف؟ من حس امك الخشن. كيف عرفت؟ من حسك. اطلع يا سيد. كيف عرفت اني مش انسى؟ الله ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه. روح البس حاجه يلا تستر نفسك يلا.